عشرات الآلاف أصبحوا دون مأوى في عدد من مناطق ولاية كسلا شرقي السودان، يستظلون بالأشجار ويلتحفون السماء في ظل عدم وجود ما يحميهم منها. ظروف إنسانية بالغة التعقيد، أو هكذا تبدو، يعيشها آلاف النساء والأطفال والشيوخ بمنطقة القربة في أعقاب السيول التي اجتاحت عددا من مناطقهم. واقع يتحدث عن نفسه، ومعاناة غير خافية يعيش تحت رحمتها من وصفوا هذا الحال بالكارثة، وقالوا إنهم فقدوا كل شيء تقريبا تحت أنقاض منازلهم المنهارة. ما من فضل واحد ناكل فيه ما مرقنا كوس سنة شرف فيه، مشينا المعسكر أخذنا كيزان حق الشراب وجينا، بس والله مرقنا بيرقاب نحل الهدوم ديل الفوق. بيت ما وقف منه، في الجام براه نشرب بيها جبنا ما شايلين منه، أي حاجة نسوان الذهب حقه أتودر هاجة ما لاقين فيها، بس برقبتنا وبيروحنا تعلين منه الحمد لله. السلطات المحلية تحاول تخفيف معاناة هؤلاء من خلال مساعدات تتمثل في كميات من الخيام والمواد الغذائية والصحية، غير أن احتياجات المنكوبين تبدو أكبر من الإمكانيات المحلية، وتؤكد السلطات في الوقت نفسه انهيار أكثر من 10,000 منزل كليا وجزئيا بولاية كسلا، فضلا عن تأثر 20 محطة لمياه شرب وعشرات المدارس والمؤسسات الصحية وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين. حجم الضرر في هذه المنطقة من جراء السيول كبير جدا، وما تم تقديمه من مساعدات إلى هذه اللحظة هو قليل جدا مقابل الحوية الحقيقية، ولذلك نحن بنناشد كل المنظمات، منظمة المجتمع المدني، وبنناشد يعني كل أهل العون يعني إنه يقدموا لأهلهم في هذه المنطقة المساعدات في مجال الصحة والإيواء بصورة يعني عاجلة. مخاوف جمة تحيط بهؤلاء من كارثة بيئية قد تكون وشيكة في ظل واقع لحياة أبعد ما تكون من صورة أي حياة طبيعية، حياة عنوانها المعاناة بأحلك صورها، وإن لم تبدو في نظر هؤلاء الأطفال أكثر من كونها بيئة مختلفة تصلح لمزيد من اللهو وممارسة المرح. بدأ فصل الخريف هنا، وسيتواصل هطل الأمطار عدة أشهر أخرى، وسيستمر أيضا واقع هؤلاء في رسم سيناريو الانتظار على هذا الحال. لكن الظروف التي يعيش تحت وطأتها هؤلاء المنكوبون ربما لا تعطي الفرصة للمزيد من الانتظار. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من محلية ريف خشم القربة في ولاية كسلا شرقي السودان.